نبدأ كالمعتاد بأهم الأخبار والأحداث اللي معانا. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد مؤتمر صحفي بالأمس أكد فيه على أن توجيهات من رئيس السيسي رئيس الجمهورية بأن كل المواطنين يشعروا بجهود خفض الأسعار، وقال كمان أن انخفاض الأسعار ممكن يوصل ل 30%. كمان امبارح ترأس دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي في مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة. أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للمصنعين والمصدرين المصريين. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اللي أكد فيه أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بأن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، موضحاً أن انخفاض الأسعار سيصل ل 30%. امبارح قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إننا لم نخرج من الأزمة، لكننا نسير في إجراءات التحسن، وعام 2024 سيشهد التعافي الكامل من تبعات الأزمة الاقتصادية، موضحاً أن تطبيق خفض أسعار الخبز هيبدأ من يوم الأحد المقبل. وجه دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجهات المعنية بالاستمرار في مراقبة الأسعار، موضحاً أنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8 مليار دولار. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة حصر ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات. تضمن الاجتماع استعراض تقديرات إجمالي التكلفة اللي بتتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفاً أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة ليهم في قطاع الرعاية الصحية، وأيضاً تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وأكد مدبولي حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للمصنعين والمصدرين المصريين من خلال تذليل مختلف المعوقات أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية بالرغم من أي تحديات. وفي هذا الصدد تم عقد اجتماع مؤخراً بحضور رؤساء ومسؤولي المجالس التصديرية لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المختلفة، وأيضاً سبل تعميق الصناعات المحلية اللي بتسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات، مما يعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الأكاديمية العسكرية المصرية بالتعاون مع الجانب الفرنسي نظمت فعاليات تسليم شهادات إنهاء اختبارات اللغة الفرنسية الخاصة بضباط وطلبة القوات البحرية بمقر الكلية البحرية بالإسكندرية، وده في إطار حرص القوات المسلحة على التأهيل المستمر لأبنائها وفقاً لأحدث النظم التعليمية المختلفة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تستعد مصر لتنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية بنسختها الأولى بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى 42 لعيد تحرير سيناء.